السلام عليكم، كيفكم يا سادس؟ معكم سهاد مشاح. المرة الماضية أخذتوا كيف تميزوا بين العدد الأولي والعدد المركب. اليوم رح نكمل درسنا لكن نتعلم كيف نحلل العوامل الأولية. إذا أنا بدي أمسك العدد المركب وأحلل العوامل الأولية. أخذنا في الحصة في الفيديو السابق إنه العدد الأولي هو العدد الذي له عاملان فقط، والعدد المركب هو العدد الذي له أكثر من عاملان. إذا اليوم رح نتعلم كيف نكتب العدد المركب على صورة حاصل ضرب أعداد أولية. يعني أنا بدي أحلل العدد المركب وأوصله لحاصل ضرب أعداد أولية. تمام. التحليل العوامل الأولية رح يكون بطريقتين. الطريقة الأولى اللي رح نتعلمها اليوم هي طريقة الشجرة، والطريقة الثانية هي طريقة القسم المتكررة. رح نبدأ اليوم بطريقة الشجرة. نبدأ مع بعض. مثلاً أكتب العدد 18 على صورة حاصل ضرب أعداد أولية. نبدأ 18. بدي أحلل هذا العدد للعوامل الأولية. أول خطوة يا سادس تعمل منه أسهم بهاي الطريقة. نعمل أسهم بهاي الطريقة. 18 شوف في عندي أعداد حاصل ضربهم بعطي 18. مثلاً 9 ضرب 2، 6 ضرب 3. فسواء اخترت هاي او اخترت هاي ما في اي مشكلة. تمام. نحط 6 ضرب 3، ولو تركت الضرب بالنص هيك كمان ما في مشكلة. لو كتبنا 6 3 بدي شرط الضرب عادي. 6 في 3. طيب الستة لساتها عدد مركب. بما انه لسه العدد عدد مركب بضل احلله لحد ما اوصل لاعداد اولية. مثلا الستة هي عبارة عن 3 ضرب 2. طيب الثلاث هل هي عدد مركب ام انا خلص وصلت لعدد اولي؟ وصلت لعدد اولي، بما اني وصلت لعدد اولي يا سادس بنزله زي ما هو، بنزله زي ما هو عشان ما اخربط. اذا وصلت لمجموعه اعداد اوليه اللي هو الثلاث والاثنين والثلاث. فاذا 18 هي عباره عن 3 ضرب 2 ضرب 3. هيك انا كتبت العدد 18 على صورة حاصل ضرب اعداد اولية. لو طالب اجى وحكى ما بده يكتب 18 بهي الطريقة، بلش بانه يكتب 9 ضرب 2. مضبوط؟ تمام. اجى على 9 حكى لسه 9 عدد مركب، فانا بدي اوصل لانه عدد اولي، فالتسعة هي عبارة عن 3 ضرب 3، الاثنين عدد اولي، انا انهيته بنزله زي ما هو. هاي الأعداد الحاصل ضرب أعداد أولية ممكن نكتبها برضو 3 ضرب 3 ضرب 2، سواء كتبتها هيك أو كتبتها هيك ما في أي اختلاف. نشوف المثال الثاني هون. حلل العدد 24 إلى عوامله الأولية. هسا أنا لما أحكي إلى عوامله الأولية حكيت لك ممكن تستخدم طريقة الشجرة وممكن تستخدم القسم المتكررة. فمبدئيا بما أننا مش ماخذين غير طريقة الشجرة رح أفهمك إياها عن طريقة الشجرة. إذا إجاك سؤال زي هيك فأنت ممكن تستخدم هاي الطريقة أو هاي الطريقة، ما في أي مشكلة. نبدأ بالسؤال 24. طيب شو في عندي أعداد حاصل ضربها ويعطي 24؟ عندي 2 ضرب 12، عندي 8 ضرب 3، وعندي 24 ضرب 1، لكن لو حطيت ال 24 ضرب 1 رح أضطر أرجع أحلل ال 24، ففوراً اختار خيارات أخرى، ممكن برضه 6 ضرب 4. فأي واحدة من هدول بختارهم رح تعطي نفس الناتج. مثلا خلينا ناخذ 6 ضرب 4، 6 في 4، لسه هون عندي عدد مركب وهون عندي عدد مركب، ما وصلت لأعداد أولية. الستة هي عبارة عن 3 ضرب 2، والأربعة هي عبارة عن 2 ضرب 2، فهون بالنهاية أنا يا سادس وصلت لأعداد أولية، 3 عدد أولي، والاثنين عدد أولي، والاثنين هون عدد أولي، والاثنين هون عدد أولي، إذا الـ 24 هي عبارة عن 3 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، هيك أنا حللت العدد لعوامله الأولية عن طريق عملية الشجرة. يعطيكم العافية.